أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم من قبلها تبت في الظلال وفي مستودع حيث يقصف الورق ثم هبرت البلاد لا بشر أنت ولا مرغة ولا علق مطهرا تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وردت نار الخليل مكتتما تجول فيه فلست تخترق تنقل من صالب إلى رهم إذا مضى عالم بدا طبق حتى اهتوى بيتك المهيمن من خندق عليا تاتها النتك وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي نور وسبل رشاد نخترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والماده أن تعزم هزنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتاله أغلاق أيروم ما خلوق سناك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق القدر ومقدار العظيم متى يبدو في الدار البهيم جبينه يلوه مثل مصباح الدجى المتوقد فمن كان او من ذا يكون كأحمد نظاما لحق او نكالا لملحد اقر عليه بالنبوه خاتم من الله برهان يلوه ويشهد وضم الاله اسم النبي الى اسمه إذا قال في الخمس المعزن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تغدي به الناقة الأدماء مؤتجرات بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم وفي عطافه أو أثناء بردته ما يعلم الله من خير ومن كرم إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به اللاك من آل هاشم فهم عنده في نعيمة وفواضل منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت ذات النصارى في نبيهم وهكم بما شئت مدها فيه واحتكم وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من إزم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره اياته ازمات أهي اسمه هنا يدعى دارس الرمم لم يمتهنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد في غير مفهم كالشمس تزار للعينين من بعد صغيرة وتكل طرف من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالغلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم من ذا الذي ما ساقت ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر
بل هو كالياقوت بين الحجر. محمد بشر لا كالبشر، بل هو كالياقوت بين الحجر. اللهم صل على من فاتية لبديع الإيجاد براءة الاستهلال، ومن خاتمية براءة المختم والكمال. اللهم صل على سيدنا محمد بار أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام عدرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك، إنسان عين الوجود والسبب فيه كل موجود، عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك، صلاة لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا وعن أزواجنا وذرياتنا، آمين يا رب العالمين. لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبال، إن لم أكن منهم فلي بهبهم عز وجا، فبجاههم وبعزهم طيب لنا عيش الحياة، واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى. تهنئة ربيعي بملة شفيعي بالمنطق البديعي، عبدي بها مؤملي. ربنا صل على خير الأنام من علا على السماوات العلا بإذن رب العلي. ألا تنيا ربيعي بملة شفيعي بالمنطق البديعي، أبكي بها مؤملي. ألا تنيا ربيعي بملة شفيعي بالمنطق البديعي، أبغي بها مؤملي. الله تنيئة ربيعي بملة شفيعي بالمنطق البديعي، أبغي بها مؤملي. أهلا بشهر مولدي شهر العلا والسجد، شهر النبي أحمد شهر ربيع الأول. ألا تنيئة ربيعي بملة شفيعي بالمنطق البديعي، أبقي بها مؤملي. سيدنا محمد رسول الله عليه السلام، الله الحمد لله الحمد لله. يوم مسلمي الأمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، sauti na fitiyar khuddamul faida tana taya ku murna da isowan wannan rana mai albarka. A yau wannan safiyar Lahadi, yau 12 ga watan Rabiul Awwal, wanda tarihi ya nuna a cikin wannan rana na 12 aka haifi shugaban halitta duka baki daya, annabin nan tsira, annabin rahama, annabin do halitta baki daya, duttalikai shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akan haka da ce da haka wannan rana mai albarka, yau zamu gabatar muku da maulidi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bi ma'ana tarihin haihuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Masu saurare mu a gida da kasashen waje duka baki daya, kamar yanda muka sani, in an karanto tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam, in mun kai inda muka ce an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam, muna tashi mu saya don girmamawa ga ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi, sa'annan mu yi buki na haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Akan haka zamu bude layi, bayan mun gama zamu bude layi, ya so kai ma ka kira ka taimaka kai buki na haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai tawassuli da wannan rana mai albarka. Allah ya biya maka bukatunka albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan kuma masu taimaka mana yau da kullum, dan bude layi zamu nemi taimako a wurin bayin Allah. Wannan shiri da muke kawo muku kowace safiyar Lahadi na fitiyana khuddamul faida, jama'a kudi ake biya kowace sati, kar ku bari irin abin da ya cika da mu wani lokaci ya cika da mu. Yanzu haka mun so mu tara bashi
zamu bude layi jama'a a taimaka mana saboda Allah albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun san layin mu in mun bude zamu bada layi na zuriya sa'annan kuma mu bada layi wanda kuma yake nisa yana son yi mana mobile money duka zamu bada lamba 02489799 02489799 a manyan attajirai da duk wayanda suke masu hannu da shuni ana ainihin sayan abinci ana dafawa ana ba bayin Allah saboda me saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma karka bar abarka baya karka ce ni ba ni da komai ko menene kai kokari kai ma ka bayar na bukin haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka bawon Allah Alhaji Abdulhamid General wanda yake dan uwanmu ne daga Aguna yayi nashi buki da 1 million yace albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam sana'an shi Allah ya sa albarka sa'annan kuma dan uwanmu Muhammad al-Amin shi ma ya taimaka yayi buki na haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mallan ya karanto mana tarihi muna tare da manyan malumman mu na imamiyatu rashidiya akwai sakonni da za su isar zuwa gare ku sa'annan mu bude layi kamar yadda muka gaya muku ayi buki na haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam muna tare da babban malamin mu wanda yake ainihin shehun mu limamin ababu gaba daya shine al-sheikh al-imam Muhammad al-Tayyib wal Abu Bakar al-Kutubi to malamin da zai mana ainihin tarihi alwajirin sa ne malam yana tare da mu shine babana al-ustaz Sa'id Muhammad Jibril malam ofa shine zai karanto mana tarihin haihuwan ma'aiki sira da amincin Allah ya tabbata a gare shi akramaka Allah in ka shirya فلتتفضل مشكورا وجزاك الله خيرا ما شاء الله ما شاء الله